السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. بونجور تو الموند، جيسبر كو زالي بيان. دونك اوجوردي اون فيان افيك اون نوفيل روسيت، سا فا اتر اون تارتيفليت. جي فو فار فوار لي انغريديون. Il nous faudrait quelques pommes de terre. On va les passer à la vapeur. Après, tout dépend de la quantité que vous voulez, combien vous êtes en famille. Des oignons. Deux boîtes de crème fraîche. Des lardinettes. Et notre fromage de tartiflette avec un peu de sel et poivre. Voilà. هنا البنات راح نديرو تارتيفليت يقولوا لها كما راكم تشوفوا هذا سبيسيال فرماج تاعها سبيسيال تارتيفليت دونك هنا لازمنا شويه حبيبات بطاطا قطعت مدورين كيما هاك شويه بصل ثاني قطعته هاك كيما هاك بالطول وهنايا لي لاردينات تاعنا سي دي لاردون كما راكم تشوفوا الداند برك ومقطعينو يعني مرصوات كما هكا كما راكم تشوفوا فيمي عنده الكو تاعو فيمي هذا جبايت تاع كريم فريش و هذا الفرماج سبيسيال تاع هذه الوصفه تاعي سبيسيال تارتيفليت وفلك حلو شويه ملح وتشوفوا كيفاش نديروا واش نديروا البريباراسيون تاعنا انا لازمني نفور هذيك البطاطا فورها شويه طيب باش نقدر نديرها في البلا لا لي في جو كومونسي ا فير باسي مي بوم دو تير لا فابور جو ميتر ان بو دو سيل اي لي باسي لا فابور هنا نفورهم ونرجع لكم ان شاء الله وهنا يا البنات راح نذبلو هذيك البصل تاعنا شويه زيت كما راكم تشوفوا الى اون فا ريفونير faire revenir les oignons avec un peu d'huile هنا البنات لازم تكثروا لها شويه البصل لازم دولها على الاقل جوج حبات كبار تاع بصل باسكو هي تحب البصل نزيدو شويه ملح البصل تاعنا On rajoute une pincée de sel. Et voilà, on fait revenir nos oignons. J'oublie pas le feu, il faut que j'augmente. Voilà. هنا يا البنات راح نديروا لي لاردينات تاعنا هنا البصل دبلتها مليح لا جي زي في بيان كاراميليزي مي زونيون لا جي راجوت لي لاردينات ندبلهم غير شويه مع البصل لي لاردينات تاعنا On les fait revenir un petit moment, 2 à 3 minutes, nos lardinettes. Ensuite, on va les enlever. Maintenant, la sphère va aller en taper. Donc, on chauffe ma badana qui va chier. On a les lardinettes comme maintenant. Il faut voir avec le badata tiana. On va chier les lardinettes ou le psal de belle. Là les filles, on a passé nos pommes de terre à la vapeur, ils sont cuits. Donc on va mettre nos lardinettes avec les oignons par-dessus. Kima comme tu vois, on dirait un hack, faut le batata. On a le bnet. في بلاصه هذوم لي لاردينات ربما ما يعودوش موجودين عندكم ديروا في بلاصتهم واش اسمها لي زيسكالوب
ثاني كيف كيف ما ساعش كي ما عنديش كيما هذه اللاردينات نديرها بالسكالوب. السكالوب ثاني كيف كيف تدبلوها شويه طيبوها يعني في المقله شويه مع البصل وديروها في بلاصت هذه. الفرماج كيف كيف ربما مش موجود عندكم تاع هذا سبيسيال تختيفلات ديروا واحده اخرى اللي موجود عندكم مش بالشرط يعني هذا الفرماج. يا نقولوا هذا الفرماج تاعها نقولوا مليح صح يجي بنين فيها مي كيعود ماهوش موجود معليش يعني الانسان يدير حاجه اخرى في بلاصتها يعني. اي لا اون راجوت نوتر كريم فريش نزيدوا لها دوك لا كريم فريش اللي قلنا عليها ليكيد نزيد نكملوا عليها الفرماج تاعنا تارتيفليت كيما راكم تشوفوا هذا هو الفرماج تاعنا كنت نحيت منه ديجا ان بو ونديروه يعني نقطعوه ونديروه من فوق نديروه كيما هاك نديروه مرصوات كبار باه يقطينا هذه لا تارتيفلات ودوكا نديروها في الفور على درجه 180 درجه واحد 20 دقيقه هكذا كل نحوه لا لي في جيمي مون فرماج ا تارتيفلات اي لا جي لا ميتر دون الفور ا 180 دوغري بوندون ا بوبري اون فينتين دو مينوت اون فيرا لو بلا ا لا فان. بون هنايا كيما راكم تشوفوا البنات خرجنا البلا تاعنا من الفرن شوفوا كيفاش ولات كما راكم تشوفوا لا لي في اون ا سورتي نوتر بلا دو فور فوالا لو ريزولتا دو نوتر تارتيفلات جو فوز انلفي ان بتي بو كوم سا فوز الي فوار كومون سي ا لانتيريور ننحلكم دوكا شويه وتشوفوها ان شاء الله في الطبسين نحلكم شويه تشوفوها فوالا هذه هي التارتيفلات تاعنا كيما راكم تشوفوا ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي كيفاه النتيجه وهنا بدينا نحلكم شويه كيفاش يعود فيها لاكريم هذه هي البنات ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتقولوا لي اللي عجبتكم ولا لا وهذه هي ان شاء الله لا بروشين فيديو جيسبر كو سا فا فو بلير la recette de tartiflette et je vous dis à la prochaine vidéo inchallah allez bye bye.